ومن لم يعبد الله جل وعلا فهو في أسفل السافلين في سجين، أبعد شيء عن الله جل وعلا، وفي أشد العذاب وأنواع النكال. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فما إذا يجابون أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أول النذير الشيب، فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا شأن شأن الله جل وعلا، وهذا شأن بعض مخلوقاته القريبة منه. فيويح من يعصي الله جل وعلا، يويح من يعصي الله جل وعلا. وكيف يتجرأ أنه يعصي الله جل وعلا وهو لا يستطيع أن يستتر من نظر الله جل وعلا ولا أن يثر من الله جل وعلا؟ قالت الجن وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ونعجزه أهرباء، ولن يستغني عن الله تعالى ولا لحظة ولا طرفة عين، إغضاءة عين كذا. ثم هو محاط بهذه المخلوقات، ولهذا يوم القيامة يظهر للناس هذا جليا ويقال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. لهم السماوات وأن في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين يديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما سبق كل واحد من الخلق من حوادث وغيوب وكذا 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 ما لا يحصي إلا الله جل وعلا، ويعلم أحوالهم الحاضرة ويعلم مستقبلهم وأين ينتهون، من ينتهي إلى الجنة ومن ينتهي إلى النار، جعل الله إياكم من أهل الجنة وأجرا من النار. ولا يحيطون، يعني هو يعلم هذا كله وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بما أطلعهم عليه بواسطة رسله عليه الصلاة والسلام وكتبه المشتمل على كلامه الذي أنزله هدى لخلقه، والمعنى كل أمة يعني، أو ما أطلعهم عليه بأن سخر لهم أن يكتشفوه بطريقتهم في هذا الكون، بأسرار شيء من أسرار الكون هذا. ومن ذلك ما رآه الناس الآن من الأشعة اللي أظهرت القلب وما فيه، وأظهرت الرئتين وما فيها، وأظهرت جريان الدم في الشرايين وكيف، وأظهرت التنفس وكيف يكون، وأظهرت كذا وكذا وكذا وكذا، وأظهرت خواص السمع والبصر وغير ذلك. هذا جزء يسير ما يسوي شيء من علم الله جل وعلا. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، أطلعهم عليه إما بواسطة الوحي وإما بواسطة ما سخره لهم وهيأه لهم وهداهم له بفطرته من التجريب، يسمى العلم التجريبي الآن، الاختراع والاكتشاف. والذي منه اكتشاف الذرة واكتشاف الكهرباء واكتشاف الانترنت واكتشاف كذا واكتشاف كذا واكتشاف كذا وكذا وكذا وكذا، فالله تعالى يطلع عباده على ما تدعو إليه حاجتهم، وفيه مصلحة لهم وابتلاء لهم، قد يكون أيضا أحيانا من أسباب هلاكهم تعجيل عقوبتهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الذي له العلو بجميع أنواعه، علو الذات، وأنه تعالى فوق العرش استوى، الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن العظيم، ثم استوى على عرش الرحمن. وعلو القدر، علو الشرف والوصف، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل ما في الأنفس والآفاق فإنما هو أثر يسير من آثار أسمائه وصفاته في الخلق والملك، وهكذا في الشرع والقدر. الثالث له علو القهر، وأن الكل
من هذا الملك وما فيه على سعته في قبضته سبحانه وتعالى، ولا يفلت منه ولا يخفى عليه ولا يعجزه، صغيرا كان أو كبيرا، ما يرى ما يراه المكلفون وما لا يرونه، والمخلوقات التي لا يرونها أكثر مما يرونها. فدل هذا على عظمة هذه الآية، أنها أعظم آية في كتاب الله، لأنها أنبأت عن هذه العلوم وأنبأت عن هذا الشأن لله جل وعلا، وذكرت العباد بإحاطة الله تعالى بهم علما وقدرة وتدبيرا وفضلا ورحمة وعدلا وحكمة إلى غير ذلك. فصارت أعظم آية في كتاب الله في آية واحدة فقط من القرآن، فكيف بقية الآيات وما اشتملت عليه من المعاني العظيمة والأسرار العجيبة والحكم الحكيمة والدلالة على عظم قدرة الله جل وعلا وعلى سعة رحمته وعلى إحاطة بخلقه، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وعلى سعة جوده وعطائه، على كثرة حاجات مخلوقاته وإلحاحها عليه سبحانه وتعالى بحاجاتها، كل يسأل حتى الكفار يسألون، إذا أنهم اضطروا سألوا كلهم، وحتى البهائم إذا أعسرتها الولادة رفعت رأسها إلى السماء تستمد اللطف والفرج من الله جل وعلا، ما رأيتموها إذا أعسرتها الولادة. سبحان الله، من الذي هداها؟ فهذا يدل على عظمة هذه السورة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة أنها أعظم آية في كتاب الله، وأخبر أن من قرأها عند النوم فإنه لن يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه سلطان شيطان، لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان، وأن العبد يحفظ بها بين الصلاتين، بين كل صلاة والأخرى، وأنه يحفظ بها في الليل والنهار، ولهذا تقرأ في أول النهار في ذكر الصباح بعد الفجر 3 مرات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، وهي تقرأ مرة واحدة، وبعد المغرب تقرأ السورة 3 مرات، وهي آية الكرسي تقرأ مرة واحدة وكافية، وتقرأ عند النوم، وتقرأ لتخرج الشياطين من البيت ولا تدخل التي خارجة، فهي حرز من الشياطين، فهي سورة عظيمة، سورة عظيمة، آية عظيمة في سورة عظيمة في سورة البقرة، فهي آية عظيمة، آية عظيمة، أعظم آية في كتاب الله من الآيات اللي في السور، على كثرة السور وعلى عدد الآيات، لأنها اشتملت على هذه المعاني العظيمة. وللحديث الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.